السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. انتقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنهما وصفه القمع الوحشي الذي قال إن وقفة الشيوخ تعرضت له الخميس. وأضاف المنتدى أن النظام يؤكد التمادي في القمع وخنق الحريات سعيا إلى إسكات الأصوات التي ترتفع ضد ما وصفه الظلم. وندد المنتدى بالمتابعة القضائية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والصحفيين والنقابيين، داعيا إلى التعبئة والتضامن في سبيل سد الطريق أمام ما وصفها أجندة النظام الكارثية. نفت الأمم المتحدة النبأ الذي نشرته صحيفة جون أفريك حول عدم اعتلاء الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز المنصة لإلقاء خطابه الذي ألقاه نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلكو الأحمد زيد بيه. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين للشيخ قد أكد خلال مؤتمر صحفي الخميس أن الرئيس لم يلقي خطابه لأسباب تتعلق بانشغالاته، متهما الصحيفة بعدم المهنية. قال رئيس مجلس اللسان العربي في موريتانيا الأستاذ الدكتور الخليل النحوي أن المجلس أجرى تشخيصا للحالة اللغوية في مدينة نواكشوط، توصل من خلالها إلى أن واجهات المدينة تخل بالمكانة الدستورية للغة العربية بنسبة أزيد من 50%. أضاف الخليل النحوي في حلقة من برنامج المشهد أن مجلس اللسان العربي يسعى لتغيير واقع اللغة العربية من خلال المدخل البحثي العلمي بإجراء الدراسات وتقديم الحلول. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.